بدنا امان، بدنا كل شيء، بدنا امان، بدنا بس ندمنا في بيوتنا، بدنا نعيش، بدنا اي حاجه غير الامان، فقط الامان يا جماعه. لمن صارت القصف بقول مين عايش، بس يقول اسمه لانه فار. يابا مين عايش؟ عشر أطفال في غزة يومياً بيفقدوا جزء من أطرافهم. أكثر من 1000 طفل كانوا يركضوا للأسف هلأ لأنه ببساطة الاحتلال منعهم من هذا الحق. كتير من أطفالنا في غزة بتم إجراء عمليات البتر لإلهم بدون استخدام أي مخدر، وأكيد كنا شفنا فيديو العملية للطبيب الأب يلي أجرى العملية لبنته بدون استخدام أي مخدر وبأغراض غير طبية فقط عشان ينقذها. اليوم أطفالنا في غزة بيعيشوا فقدين أجزاء منهم. أول ما حكولي رجلي راحت عيطت عليها وإيش، وبطلت أعرف ألعب كرة سلة ولا أعرف كرة ألعب كرة، ونفسي أصير أمشي وألعب زي الناس زي العالم. لازم نسوي ده اسمه كنا جايين من رفح لهي إيش تضل عبالنا انقصفت، عاد إيش رجلي راحت وصيدو صار يحكي إسعاف إسعاف، عمو خميس شافني جري وركبني في الباص الفلوكس لهو إيش لأنا إسعاف، وقفنا حكينا له ايش وصلنا على الأرض لهو وقت ورجلي راحت. سكان غزة اطرحنا من غزة رحنا على الوسطى، وبعد الوسطى عخانونس، وبعد خانونس عرفح وتصابنا ورجلي راحت، صير أمشي وألعب كرة وأروح على المدرسة وأكتب وألعب كرة وألعب كرة سلة. لازم بدي علاج وأسافر ويعالجوني عشان أمشي ويعوضوني بدل الإصبع اللي راح، وأصير أمس زي الناس الحلوين. اسمي نور محمد مطر، عمري 10 سنين. أنا كنت ساكنة بالزهرة، جيت على الصراط انقصفنا عند درع عمتي، درج الرمد انقصف واجع علي الردم وقعت وصار هيك بابا كسر بإجري، إجري التانية بتر بأصبعي الكبير و يعني وضعها منيح، تعبان شوي انفقص اجري. يعني في لي صور على الجوال يعني حتبعت كشعري بدني، يسفروني ويعوضوني اللي راح من اصبعي، المفروض يعطوني اصبع جديد. انا زعلت على الاصبع اللي راح كتير زعلت، المفروض يعالجوني. نفسية صعبة، وأقول لك يا بصراحة بكيت على يد، فاهم علي؟ إنه هذه إيدي، هي روحي، هي حياتي. فالحمد لله بداخل لما اجتمعوا يعني أجمعوا الدكاترة على أساس إنه هي حياتك يا إيدك، فخلص يعني أخذت بالقرار. اسمي رياض محمد حسن الفرام، من سكان غزة الشاطئ الشمالي. الإصابة كانت يوم الصباح يعني الساعة 7:30 الصبح، ضربوا مدى 7 عصي بالقرب من بيتي. فقمنا إيش وشباب الحارة بإنقاذ ما تبقى من الأطفال وهذا أحياء، ومنهم من مات شهيدا ومنهم من أصاب ومنهم من الحمد لله، فما لي بعديها بعد حوالي نص ساعة ضربوا المدرسة الثانية اللي جنبها،
بعد ما فرغنا وفرغوا الشباب اللي موجودة كل الناس اللي غاب بلشوا في الحارة. الحارة ضربوها وقلنا بقينا يمكن حوالي 7 شباب وأنا أكبرهم يعني مثل أولادي. فهذا صار إنهم هربتهم واحد ورا الثاني على أساس إنه إيش ما نصبوش بازة، لكن أنا ضليت آخر واحد وضربني بالزنانة إيدي عن بطرة، كانت يعني عبارة عن شبه مقطوعة. يعني اليوم أقول لك إياه بقولها أنا ما بقدر أعمل حاجتي إلا بمساعدة الإخوان في الغرفة، فاهم علي؟ وهذا شيء كبير راح يسبب لي حالة نفسية صعبة في الليل، وأنا على يعني على وشك 60. طب كيف ما بالنسبة لنا هذا بقينا نحن بأشياء كبيرة إنه نطلع، فاهم علي؟ بعد 60 نعيش حياتنا حياة كريمة بعد العمل. كيف حياتي بدي أكملها؟ كيف أنا لي مستقبل؟ شوف إنسان فاقد ولد، فاقد رجل، وفاقد عمله، فاقد شغله، فاقد حياته الاجتماعية. أنا إنسان كيف بدي نفسي متحبط، قلب محروق، حياة ما فيش فيها شيء، مستقبل ما فيش مستقبل لإلي. وين مستقبلي؟ برجل اليسرى ولا برجل هذا اللي قاعد بعاني منه هيها؟ اسمي مجدي ماجد رزق ريحان، صوب في جبلية البلد من قذيفة مدفعية، أخذت بتر في رجل اليسرى. يوم ما تصابت كان يوم سبت، مهود على سوق جبلية البلد، أشتوق لأولاد ولأهل وغضاك عند ور الحلب اللي فجأة القذيفة بتقع. فقعدت فترة طويلة أنزف، فحين ما نقلني الأسعاف على الأندونيسي، مستشفى الأندونيسي، فمستشفى الأندونيسي صحيت على حالي مش بوعي، فاقد رجلي اليسرى، عندي مشاكل في الرجل اليمين لحتى الآن بعاني منها. فكرت بنفسي كيف بدي أعيش، كيف بدي أكمل حياتي، كيف بدي أتكفل بالأسرة اللي حولي. حياتي مستقبلي وين راح؟ في رقبات أسرة مكونة من 13 نفر، مين بدي أدور عليها؟ أخوات، أم، أخت، أولاد، زوجة. بعد ما كنت أدخلهم القوتهم اليومي، لمين أروح؟ أناشد مين الضمير الحي؟ وين الحياة اللي بتقولوا عنها؟ وين الإنسان اللي بيقولوا عنه؟ كيف بدنا نكمل حياتنا الاجتماعية؟ أنا إيش ذنبي؟ إيش ذنبي أنا؟ أنا إيش ذنبي؟ راح أجيب قوت أولادي، قوت أولادي، أتسوق لهم من السوق، تقع علي كذيفة، إيش ذنبي أنا؟ مين السبب وراه؟ مين المسؤول عن حياتي؟ مين المسؤول؟ مين المسؤول عن معيشتي؟ مين مسؤول عن تركيب طرف لإلي كي أكمل حياتي؟ الحياة بفلسطين إجمالاً عمقت روح المسؤولية فينا من وإحنا وصغار، يعني مستحيل تلاقي طفل فلسطيني ما رح يعرف يشرح لك معاناته والحياة اللي عايشها، ورح يقول لك بكل بساطة إنه هاي أرضنا ومن حقنا ندافع عنها مهما كان الثمن. وهيك أطفالنا بغزة صاروا هم يلي بيرولنا معاناتهم وقصصهم من خلال كلامهم الصادق ومشاعرهم الحقيقية ووعيهم العالي بقضيتنا. اسمي سهاد يوسف أنور دياب، بالغ من عمر 14 سنة، صف 9 من منطقة الشمال وبالتحديد من غزة من 17، نازحة في خان يونس، في جنوب خان يونس، الآن في مدارس اليو أن. طبعا احنا طلعنا ليش؟ هل عيتها تعرفوا؟ طلعنا لانه دورنا متدمرة ورموا علينا دخان واختنقنا. طبعا طلعنا بشكل هستيري وما كنا شايفين اي حاجة قبالنا. طلعنا كانت الجثث تترمى بكل مكان، وكان علينا برموا دخان والدور تتدمر، وطلعنا حافين الارجل، كنا بنمشي بنجري بالشارع. طبعا اجينا على هذه المدرسه ما كنتش متوقعه انه هتكون ملوثه بهذا الشكل او بهذه الكميه. زي ما انتم شايفين طوابير الميه، يعني الناس تقاتلوا على لقمه ميه بس. زي ما انتم شايفين ميه المجاري علينا، هنا بيطلع منها الدود. زي ما انتم شايفين كيف مياه الصرف كيف طالعه وطافه علينا، بيطلع منها الدود. زي ما انتم شايفين كيف احوال الناس في خيم، يعني خيم بسيطة مبنية من خشب.
خشب بسيط ممكن المية تفوت فيها. زي ما تشايفين الأطفال كيف تشردوا، كيف صارت حياتنا اتدمرت بالكامل. زي ما أنتوا شايفين فيش مكان آمن إنه نقعد فيه في المدرسة هذه. تعالوا شوفوا عيشة الأطفال، المفروض هذول يكونوا هلقيتها يتعلموا في المدارس ويكون عليهم سنة جميلة إلهم كيعني أطفال ولسه بداية روضات ويعني بداية سنة جديدة إلهم. أعرفكم لأحد العائلات النازحة في مخيمات والملاجئ اليوان. يلا معنا. يعطيك العافية. يعطيك ألف عافية. شو كيف الوضع اللي أنت لقيتها عايشاه بأنك لاجئة في مخيم اليوان؟ طبعا الوضع مأساوي جدا في قطاع غزة. طبعا إحنا مش قادرين يعني لقمة العيش بنوفرها بصعوبة. طبعا المية بنوقف عليها بصعوبة. كل الأطفال بعيطوا يعني كتير، دايما وجعانين دايما مريضين. يعني إحنا يعني في المدرسة يعني نزلينا يعني كتير نزلوا أطفالنا، يعني فيش لهم حق الأطفال يعني يلعبوا زي أولاد الناس وهيك. طول النهار بعيطوا يا ماما بنروع بيوتنا يا ماما زهقنا. يعني فيش إنه يعني أشخاص كتير تعبوا الأطفال من هذه الناحية. إحنا نفسيا كمان تعبنا. يعني إحنا يعني عايشين في دول يعني قاعدين في نفس المنطقة بنطلعش منها، بنضل قاعدين جواتها. يعني بجد يعني حياة صعبة جدا بغزة مش سهلة. شفتوا حالة من حالات النساء النازحين في الملاجئ. ويلا تعالوا نتعرف على طفلة كيف عايشة في ملجأ من ملاجئ اليوان. تعرفين عن اسمك؟ اسمي بيسال السميري. ليش انت جاية هنا يا بيسال؟ احنا جايين هنا هربنا من بيوتنا. احنا هربنا يعني احنا هربنا واحنا مش عارفين ايش بيصير. يعني الصواريخ من فوق راسنا بتمشي، ما عرفناش نحمل اي اشي. يعني اجينا بعم يعني هدي شوية، رحنا يدوبنا جبنا لنا كل واحد بلستان وبنطلون. طيب انت شو من حقوقك اللي انسلبت في هذه الحرب؟ احنا حقوقنا مهدودة، فيش حقوق لأطفال فلسطين. وين الحقوق؟ بس بدي أشوفها وينها. فيش حقوق، لا أكل موجود، لا كهرباء موجودة، لا مية موجودة. إذا اليهود بدهمش يقتلونا بالقصف بدهم يقتلونا يا بالمرض يا بالجوع. احنا على الخبز بنتكاون، على الخبز بنصف طابور نقعد فيه 10 ساعات، متحملين 10 ساعات. في من آدم بوقف رجله 10 ساعات عشان يجيب ربطة خبز وبتخلص في يوم؟ للأسف إنه هذا وضع غزة حاليا. أطفال صغار بعمرهم هدول المفروض يتعلموا ويفوت الروضات. بيبيعوا مية، بيبيعوا أكل، بيبيعوا أي حاجة هلات صاروا بس عشان يوفروا أكل وشرب لأهليهم. فإحنا بدنا دعم، وبدنا دعم مية، وبدنا يعني إشي نضيف نعيش فيه كحقنا من حقوق الأطفال، حقنا الأمان والسكن وحقنا التعليم وحقنا نكون في بيئة نظيفة وبيئة مسالمة وحمامات نظيفة. يعني إحنا بدنا حمامات نظيفة وأكل نظيف وشرب. هل أنتم متخيلين إنه هدول البرملين الصغار يعني للاجئين لأكثر من 6600 شخص لاجئ في هذه المدرسة؟ يعني هذا لإيش بده يكفي؟ تشوفوا كيف الأهالي قاعدين بيعبوا المية هنا ويعني مرمطين، يعني عيشتنا إحنا قاسية علينا كتير. هذه المية أصلاً مش عارفين إنه هي نظيفة ولا مش نظيفة. في بعض الأيام نشرب مية من المواسير أو مياه من الحمامات لأنه ما بيكون في مية حلوة أو ما بيكون في دعم أصلاً، ما بيجي المطار تبع المية حلوة يعبيه لنا. في بعض الأيام بدنا نظافة. مش بدي أنا أعيش في خيمة عبارة عن نايلون وأنا عندي دار أصلاً انهدمت. إنه أنتوا سلبتوا مني تعليمي، سلبتوا مني ميتي وأكلي وشربي وبيتي اللي هو أنا بتحامى فيه. يعني زي ما انتوا شفتوا ورجتكم عائلات كيف نازحين وكل واحد عنده يعني قصة مؤلمة أكتر من الثانية. فطلعونا بحق إنسانية وحق روح أطفال. إحنا يعني بدنا حقوق إنسان. وين انتوا حقوق الإنسان؟ بدنا الأمم المتحدة. يعني انتوا طلعونا إحنا أطفال ومن حقوقنا بسيطة اللي إحنا منطالب فيها. يعني هذه الحقوق متوفرة عند أي شخص بالعالم. Thank you.
بين الخيام والبرد وقلة الأكل والمساعدات القليلة والأطفال يلي تعبوا من حياة الحرب، وإنك تنقل من مكان لمكان عشان تدور على الأمان، هي أكبر كذبة خدع فيها الاحتلال أهلنا في غزة، لأنه حرفياً ما في أي مكان آمن. طلع من هذا المكان فكرة لامرأة حاولت تساعد جوزها وتساعد حالها وعيلتها وتدخل الفرح بين الخيام، فطلعت بفكرة لكرنفال صغير. شربت معكرونة وندوم على شكل. كنت أشوف أولاد صغار دائماً بعيطوا من الجوع بروحوا بيطبلوا على الخيام خلت تعطينا رغيف. فكرتي كانت معكرونة مع أندومي، معكرونة عادية ومعكرونة سباكتي مع أندومي، فحكيت لأولادي والله اللي بدي أعملها وأشوف إيش بتكون، يعني بتسد الجوع ولا لا. فالحمد لله يعني من أول ما بسطت فيها لقيت كتير يعني ناس كتير تشتري، أطفال وحتى شباب يعني بنات كبار برضو بيشتروا، فالحمد لله مشيت يعني سدت الجوع. أنا تحرير الكفارنة، عندي ولدين وبنتين، نزحنا من بيت حنون يوم الأحد طلعنا 8/10، رحنا توجهنا لمعسكر جباليا، معسكر جباليا ضلينا أسبوع خفنا وطلعنا، حكونا نروح توجهوا الناس توجه لبعد وادي غزة، رحنا على الدير دير البلح، فضلينا في الساحة تحت، فطلعنا رحنا على خان يونس، برضه عملنا خيمة في بين الصفوف، عملنا خيمة وضلينا فيها 2.5 شهر. بعد 2.5 شهر رموا علينا على القرارة اليهود إنه القرارة التخلي، إحنا كنا في مدرسة القرارة. أخلينا من القرارة إجينا قالوا مواصي رفح أخان يونس أو بتيجوا على رفح، إحنا اختصرنا طريق بلاش تردونا كمان مرة، فإجينا على رفح ولما إجينا هنا عملنا خيام، فكل إشي كان غالي لما تمطر الدنيا، يعني لم نقدر نطلع برا ولم نقدر نمرق جوا، جوا مية مبركة يعني أحكي لك بحر جوا بتكون، وبرا الدنيا بتشتي يعني والله حياة صعبة صعبة يعني. هنا لما إجينا كل إشي غالي يعني نار، كيس طحين وصل لـ100 دولار حياة بالمرة، ما قدرناش إن نشتري كيس طحين لأولادي، ضلهم صحيوا يعني على لقيت المعكرونة أوفر، إن المعكرونة أوفر من الطحين يعني قادر إني أشتري معكرونة. فعمي عملت هذا المشروع عشان تعطي الناس وبنفس الوقت تجيب لقمة عيش إلنا. أنا أمي بتعمل عليها إن هي تعمل وأنا علي إن أبيع وأزبط الناس وأغير الوضع اللي هما فيه. أولاد صغار دايماً بعيطوا من الجوع بروحوا بيطبلوا على الخيام خلت تعطينا رغيف خلت تعطينا، بضلوا يشحدوا يعني من الجوع. فأنا عندي الشوربة بعملها لأولادي لما يكونوا زهقانين جايب بالهم إشي يعني بدهم إشي خفيف. فلما هذا كان سلفي شاري البسطة تاعته هذه، فحكيت له بدي أبسط يعني عليها أني أشوف إذا تمشي مع الفكرة ولا. هو فكرتي كانت مع يعني شوربة مع كورونا مع أندومي، مع كورونا عادية ومع كورونا سباكتي مع أندومي، فالحمد لله يعني من أول ما بسطت فيها لقيت كتير يعني ناس كتير تشتري، أطفال وحتى شباب يعني بنات كبار برضو بيشتروا، فالحمد لله مشيت يعني سدت الجوع. ممكن يجيني أطفال ببيعهم يقولوا لي والله بدي هذا بدي هذا، بعملهم زي شكل أرداء وبحكي معهم بلعبهم. فناس تعبت هاد وحبيت أوصل بس رسالة لكل العالم إنه إحنا هان مش عايشين. سارة بتمع كرانة وندام عشيكة شابدة حالك عشيكة. في أبهات بيجون بيحكي لي الله يرضى عليك يزبطيهم، يعني خف أقسم بربي ما بتزلش يعني والله العظيم بيجيبوا صحن، أحيانا لأن الصحن عندي صغير بيجيبوا صحن كبير من عندهم يأخذوا بروح يأكلوا مع خبز أحيانا، ويعني بحب يضحكوا يعني بحب يأكلوه هم مبسوطين مني. أنا اللي زيي بده يعيش طفولته، بده يعيش، ما توقفش يوم واحد بس إنه نوصل لهذه المرحلة، إنه نوصل ل نصير نبيع معكرونة وندومي لدرجة هذه. كنا في الدار عايشين مية وكهرباء وفي على الأقل حطان تقوينا، هان فيش مقومات الحياة كلهم، اللي حيعيش هان حيحس في الدول. أول مرة أبيع الصراحة، أول مرة تجيني أصلا الفكرة يعني، بس الحياة هان أجبرتنا يعني. أنا أحكي لك زلم بياخذ دور المرة والمرة ماخذة 8 دور الزلم، إحنا 2 ماخذين أدوار بعضنا
يعني انا بقول للنار انا بساعد جوزي نفس الشيء، ممكن يكون علي غسيل عشان ممكن نساعد بعضنا، لانه هنا فيش شيء واحد يكون معتمد على الثاني، لازم احنا الاثنين يعني المره والزلمه والاولاد نفس الشيء، يعني مقسمين حياتنا فحياتنا صعبه كثير. هي قصصنا يلي بنعيشها يوم بيوم بفلسطين، يلي سببها احتلال فرض نفسه علينا وأخذ منا أحلى ذكرياتنا من بيوتنا لأرضنا لشجرنا لأماكن دمرها وناس كانوا كل حياتنا. القصص ما رح تنتهي، ونحن بدورنا رح نضل ننشرها ونرويها عن لسان أصحابها ونكون إحنا صوتهم ونثبت للعالم جرائم الاحتلال يلي بمارسها بحق شعبنا.